طبيب إرهاب ستشارك في هذا الاجتماع صافي سعيد؟ قوي أنا حر أنا حر نشارك وما نشاركش ونشارك ونقول رأيي وأنا ما يحكمني أي واحد أنا حر أولا نائب ونائب مستقل أيضا مانيش تابع لحزب وما نسمع رأي أي حزب ثانيا أنا أرى ضعف الدولة هي من ضعف نخبها لأنها متفرقة ومشتتة ومتشظية أنا شو يكلفني كان نقول لقيس سعيد أنا موجود ماذا لو يا سيدي حسمنا أمورنا يا سيد قيس سعيد يا أخوي طلقنا يا أخوي ريحنا شو حرام علينا نقول الكلام هذا يجي واحد يقول لك أنا ما اجتمعش مع هذا وما اجتمعش مع هذا إيش بيك مجتمع معاه إيش بيك انتخبته رئيس البرلمان واضح صافي سعيد ماذا لو ينتهي هذا اللقاء بدعوة لعزل الرئيس قيس سعيد ماذا لو ينتهي هذا الاجتماع ماذا لو ينتهي هذا الاجتماع بعزل الرئيس قيس سعيد توافق على التمشي هذا لأنه هذا ما يشيع في الكواليس هناك مخطط للإطاحة بقيس سعيد نقول لك حاجة الاجتماع هذا إن شاء الله يأخذ بمية مش قادر يعزل حتى المعزات السود على المعزات البيض ما يعمل شيء وما هوش العزل هم مكبرين وخايفين منه يقول لك عزل ويعزل الرئيس مش يعزل الرئيس مش يعزل بالفيسبوك الرئيس عنده السلطة وعنده الجيش وقائد قوات مسلحة وعنده القصر وعنده المال وعنده الميزانيات وعنده الحكومة وعنده السفارات ايش مش تعزل فيه يعني تتكلم انا كل يوم نعزله فيه على الفضاءات الاعلامية كل يوم هي تعزل شيلك بالكلام هذا الكلام تاع الولاد الصغار انت شو يعزلوا الرئيس ده وما قدروش يعزلوا حتى رئيس البرلمان بهالاجتماعات هذه ما يتفقوا على شيء قوه قيس سعيد في ضعف هؤلاء كيما ما نجيبش المثال حتى لا يتهموك بشيء اخر